السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والعراقية ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في العربي الجديد: إصابات بين المتظاهرين في مدينة الناصرية وترقب وفد حكومي من بغداد. في القدس العربية: البنتاغون لم يحدد هوية الجماعة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية في العراق. في الشرق الأوسط: صواريخ وكلاء إيران تعيد تنظيم أولويات أمريكا في العراق. وفي المدى: واشنطن تجهز حلف الناتو لمواجهة وشيكة مع جماعة الكاتيوشا في العراق. وكالة يقين: محاولة استنساخ تجربة جرف الصخر في طارمية تواجه برفض شعبي واسع. في الواشنطن بوست: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تؤكد فعالية لقاح جونسون ضد فيروس كورونا. أخيرا في الحرة: محادثات يونانية بريطانية للسماح فقط لحاملي جوازات اللقاح بالسفر السياحي. الغزو الأمريكي للعراق وتداعياته والتغول الإيراني في البلاد، موضوع تناوله الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقالة جاء فيها إن آخر ما في هذا الوطن العراقي الحزين من مضحكات ومبكيات خروج واحد من أصحاب البيت الشيعي الحاكم وهو عمار الحكيم ليحذر واشنطن من الآثار الكارثية والخطيرة التي ستطال العراق نتيجة ممارسة الولايات المتحدة لسياسة خنق إيران حكومة وشعبا، ويدعو الحكومة العراقية إلى تقديم مبادرة وساطة بين الطرفين. لم يصادف على امتداد التاريخ البشري الطويل العريض أن حدث غزو خارجي لأمة من الأمم، ثم بحث الغزاة عن أشرف رجالها وأرجلهم وأشجعهم وأعلمهم وأكرمهم وأصدقهم وطنية وأكثرهم استقامة ونزاهة ليجعلوه معتمدهم ووكيلهم الذي يعاونهم على حكم الوطن المحتل وترويض شعبه المستباح. بل كان أول من يبحثون عنه هو الجاهل الجائع المعروف منذ نعومة أظافره باستعداده للخيانة والظلم والسرقة والاحتيال، فينصبونه زعيماً ورئيس حزب وقائد ميليشيا، ويسهلون له سبل الاختلاس والنهب والسلب ليصبح من أصحاب الثروات الطائلة التي تساعده على استئجار أعوانه المتمرسين في إعانة الظالم على ظلمه والسارق على سرقاته والقاتل على القتل والمتوافقين مع من بيده الحكم والثروة والسلاح على الإثم والعدوان. والعراق مثال فريد في ذلك، فمنذ أن دخل المغول عاصمته بغداد بقيادة هولاكو سنة 1258 ميلادية ودمروها وقبضوا على خليفتها العباسي المستعصم بالله وقاموا بركله بالأرجل إلى أن مات، يدخله غزاة ويخرج منه غزاة. لقد ورث الغزو الإيراني حليفه الأمريكي فزاد من احتضانه لقادة العملية السياسية، فنصبهم رؤساء ووزراء وسفراء وقضاة وقادة جيوش، وجعل عليهم سيدهم قاسم سليماني لقيادتهم. ولو استعرضنا سجل كل واحد منهم بعد عام 2003 وحتى اليوم لتأكد لنا أن أكثرهم عبيد مستأجرون. ويضيف الزبيدي إن عمار الحكيم أحد أخلص الموالين لإيران، لا يطالب بتحرير الوطن العراقي وأهله من احتلال الإيرانيين، ولكن فقط لنجدة نظام الملالي قبل أن يختنق. الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن والملف العراقي، مقال تناوله الكاتب رائد عمر في مقالة جاء فيها متطلبات المساومة تكتيكيا على الأقل بين طهران والأمريكيين تتسيد الموقف حتى الآن.
في إشارة عابرة كأن وسائل الإعلام الأمريكية تكاد توحي للرأي العام بأن الرئيس جو بايدن يتحكم بطريقة انفرادية في ملفات الشرق الأوسط، بدءاً مع طهران ومروراً بالحوثيين وانعطافاً إلى المعضلة السورية وحزب الله اللبناني أو لبنان عموماً ووصولاً إلى العراق الملتهب، وكأن هذا التحكم بعيد ومنفصل عن المصالح العليا للولايات المتحدة والاقتصادية منها بشكل خاص، وما يتفرع عنها من مبيعات وتصدير نتاجات مصانع الطائرات وتقنيات الأسلحة المتطورة والأيدي العاملة والأرباح، بالإضافة إلى دور البنتاغون وما إلى ذلك من ملحقات، رغم أن هذه القراءة خاطئة لما ترنو له وسائل الإعلام الأمريكية والغربية عموماً، لكن جزءاً أو جزيئاً منها يكاد يغدو أقرب إلى الحقيقة نوعاً ما. وبعيداً عن هذه الإشارة الفاقدة للدقة والوضوح في الملامح، فبعد أن كان العراق في آخر أولويات بايدن ولم يتطرق ولم يشر له في كل خطاباته وتصريحاته وبشكل مقصود، وذلك ما أكدته كل وسائل الإعلام، فبدأ أن صواريخ الميليشيات التي استهدفت قاعدتين أمريكيتين في العراق فضلاً عن السفارة الأمريكية أحرجت بايدن، وكانت أولى إفرازات هذا الإحراج زيادة أعداد بعثة الناتو العسكرية في العراق من 500 إلى 4000 عسكري كخطوة تمهيدية. فالعراق أولاً وربما لبنان أخيراً واليمن وحتى بعض دول الخليج ومعها جيوبوليتيك الوضع السوري المعقد أكثر فأكثر. ويضيف الكاتب مع عوامل الشد والجذب بين إيران والأمريكان وما بينهما تتزايد حالة الترقب والانتظار السريع، فكان المستقبل الحاضر والقريب مرهون ببايدن، ولكن الأمر أبعد من ذلك. إمكانية تشكيل تحالف دولي ضد الميليشيات على غرار التحالف الذي شكل لمحاربة تنظيم داعش موضوع تناوله الكاتب نظير الكندوري في مقالة جاء فيها إن دعم تشكيل تحالف دولي عسكري ضد الميليشيات الإيرانية من قبل واشنطن أمر ممكن، لا سيما في حال تفرغ بايدن من المشاكل الحالية العالقة بين يديه. عنوان غريب لا يفكر فيه حتى أكثر المتفائلين بأن العالم يمكن أن يجتمع مرة ثانية وبقيادة أمريكية لمحاربة التنظيمات الميليشياوية هذه المرة مثلما حارب تنظيم داعش، لسيما وأن الميليشيات وتنظيم داعش لها راعي وممول واحد كما اعترف بذلك الأمريكان أنفسهم. عدد من السياسيين والمحللين السياسيين الكرد تجرأوا على التصريح بإمكانية تشكيل مثل هذا التحالف وأن القيادة الكردية تعمل عليها بعد تعرض أربيل لقصف صاروخي من قبل الميليشيات طالما قرات بعض القواعد العسكرية الأمريكية. وفي الوقت الذي قامت الولايات المتحدة بتشكيل تحالف دولي كبير في عهد أوباما لمحاربة تنظيم داعش بعد أن استولى على الموصل ومناطق واسعة من العراق، نجد أن الولايات المتحدة مترددة كثيراً في محاربتها للميليشيات التي لا تستولي على مساحات من بعض الدول فحسب، وإنما تسيطر على دول كاملة كما في حالة العراق أو في اليمن، ولها تأثير كبير على حكومات بلدان أخرى كسوريا ولبنان. يرجح أن إحجام واشنطن عن محاربة تلك الميليشيات كان لدورها في تسريع التطويع مع الكيان الصهيوني، وما زال موقف واشنطن ضبابياً مع الميليشيات رغم تعرض قواتها للقصف في أربيل وقاعدة بلد الجودية، وتعاملت بشكل ودي مع بعض الميليشيات فرفعت اسم ميليشيا أنصار الله اليمنية من قوائم الإرهاب في بادرة غزل سياسي للجانب الإيراني يتعلق برغبة واشنطن للرجوع إلى الاتفاق النووي. ويضيف الكندوري نعتقد أن سياسة بايدن التي تجاهلت ذكر العراق حتى الآن لا تعني أنه سيغض الطرف عن إيران وميليشياتها،
ورهان إيران على ضعف الرئيس الأمريكي الحالي وانحيازه للمفاوضات في حل مشاكله العالقة معها ربما سيوقعها في مشكلة كبيرة تغامر فيها بكل النفوذ التي قامت ببنائه طيلة السنين الماضية في العراق وبقية بلدان المنطقة. جو بايدن والملف العراقي المعقد والترقب الإيراني الحذر تجاه سياسات بايدن المنتظرة موضوع تناوله الكاتب أمير المفرجي في مقالة جاء فيها إن معرفة جو بايدن وخبرة فريقه في التعامل مع العراق تنبع من معرفته وتتبعه للتطورات التي حصلت في المشهد السياسي والاجتماعي منذ احتلاله في 2003 ولحد الآن. أصبح واضحاً أن تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة التي يديرها الرئيس جو بايدن لن تتبدل كثيراً عن الإدارات الأمريكية السابقة منذ 2003 مع الملف العراقي. رغم الاختلاف المعلن بين رؤى الإدارة الجديدة وإدارة دونالد ترامب، إذا أخذنا بعين الاهتمام طبيعة الطاقم الرسمي لإدارة جو بايدن التي سبق أن تعامل مسؤولها مع الملف العراقي خلال السنوات التي أعقبت غزو العراق كوزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشارته لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليث، وهذا ما قد يكشف للعراقيين خفايا الطبخة المقبلة التي ستأخذ بعين الاعتبار مشروع دفع إيران للخروج من العراق بقبول إدارة بايدن الرجوع إلى الاتفاقية النووية إذا قبلت إيران بالمطالب الأمريكية الإضافية المتمثلة في إنهاء تواجدها التخريبي ووقف البرنامج النووي والباليستي، وهذا ما طالبت به المجموعة الأوروبية وستدفع بجو بايدن إلى تأييده. من هنا وهو ما يفسر قبول إيران مؤخراً بمباحثات جديدة مع واشنطن للوصول إلى إعادة الاتفاق النووي بما يضمن لها الخروج من أزمة العقوبات الاقتصادية الخانقة ويسمح بتقديم التنازلات بشأن مشروعها القومي وأسلحتها الباليستية. ولكن في ظل بقاء الحالة السياسية التي فرضتها عوامل خارجية وبروز ميليشيات مسلحة فئوية يستحيل خروج العراق من أزمته المزمنة، ما يجعل ابتعاده عن خطر التشتت والتقسيم أمراً صعباً. ويضيف المفرجي فرغم قبوله بالاستمرار في الضغط على إيران للتوقيع على اتفاق جديد يجنب المنطقة مخاطر الحرب المباشرة ويضمن للعراق الخروج من النفوذ الإيراني، بيد أن تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة قد يأخذ طابعاً مختلفاً مقارنة بإدارات أوباما وترامب انطلاقاً وانسجاماً مع تطور الواقع الاجتماعي والسياسي الجديد في العراق. الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني موضوع تناوله الكاتب رشيد حسن في مقالة جاء فيها إن التطرف والإرهاب صناعة صهيونية، فهما الوليد الشرعي والثمرة المرة للأيديولوجيا الصهيونية الفاشية القاتلة. يقف المراقبون طويلاً أمام ظاهرات التطرف والإرهاب التي باتت تسيطر على الكيان الصهيوني، وهم يحاولون سبر أغوار الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة أواخر شهر آذار القادم. ظاهرة التطرف هذه هي الغالبة على الكيان الغاصب، فلم تعد مقصورة على الكهانين أو الليكوديين والمتدينين، بل أصبحت القاسم المشترك لكافة مكونات هذا الكيان الدخيل، فاختفى اليسار ولم يعد مؤثراً على الساحة. وهذه الظاهرة هي وراء فوز نتنياهو في المرات السابقة، وهي أيضاً من تدفع برموز اليمين الفاشي وفي مقدمتهم نتنياهو إلى الفوز، وباتوا الأكثر والأوفر حظاً في تشكيل الحكومة القادمة. التطرف ليس جديداً ولا طارئاً على الكيان الصهيوني، فهذا الكيان هو الابن الشرعي للأيديولوجية الصهيونية العنصرية القائمة على نفي الآخر، ومن هنا رفضت حكومات العدو المتعاقبة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وبحقه في إقامة دولته المستقلة، ورفضت أيضاً عودة اللاجئين 6 ملايين بموجب القرار الأممي، وعدت الشعب الفلسطيني أقلية
ومن هنا لم يكن أمام الأمم المتحدة إلا استصدار قرار أممي عام 1974 عد الصهيونية حركة عنصرية لا نظير لها، فجرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها ترجمة لهذه الأيديولوجية، وهي وراء ارتكاب أكثر من 50 مجزرة ومذبحة ومحرقة بحق الشعب الفلسطيني لإجباره على الهجرة فراراً من الموت الصهيوني. ويضيف الكاتب: لقد أسن التراجع والتنازل العربي والفلسطيني في رفع وتيرة هذا الجنون، ومن المرشح أن تستمر وتعلو أمواجه ما لم تعد المقاومة إلى سابق مجدها، فهي الكفيلة بلجم العدوان والكفيلة بنزع أسنان العدو وكنسه من الجغرافيا والتاريخ الفلسطيني. اجتماعات سوتشي في روسيا بشأن الأزمة السورية موضوع تناوله الكاتب محمود الهوب في مقالة جاء فيها: لم يكتف الروس بما فعلوه بسوريا من قتل وتدمير وتهجير، ولم يكتفوا بما حصلوا عليه، ولذلك تراهم يطلبون الاستزادة وتأمين مصالحهم وديونهم، ومن غير بشار الأسد يضمن ذلك؟ لا جديد لدى اجتماع سوتشي السوري في جولته 15 يومي 16 و17 من شباط الحالي في مدينة سوتشي الروسية. لا جديد غير البيان المشترك الذي لم يطحن سوى الهواء، ذلك ما قالته مفرداته وعباراته التي توافق عليها المشتركون في نهاية جولتهم، وهم يعالجون معاناة شعب بلغ منذ زمن أقصى ألوان مآسيه، إذ لم تتضمن بنود البيان 17 عبارة واحدة أو جملة مفيدة يمكن البناء عليها، ربما لأنه لم يأتي بالملموس على تلبية طموحات الشعب السوري الذي لم يعد قادراً على تحمل مزيد من المعاناة متعددة الأوجه لا في الداخل ولا في الخارج. ولكن البيان دان الإرهاب، إذ قال باستمرار محاربته ما يعني الابتعاد عن الحل، فهذا هو الغطاء الذي يلتحف به الروسي والإيراني ونظام أولهما طبعاً، الثالوث غير البريء منها، والأخير يمارس الإرهاب ضد الشعب السوري منذ 50 عاماً. فالاستبداد الشامل منبع الإرهاب بوجوهه كافة، ولا خلاص منها إلا بإحلال نظام ديمقراطي يمثل أطياف الشعب السوري ويحقق المواطنة كاملة ويلغي التمييز على أي أساس كان. ولن يتحقق هذا إلا بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يعرفه الروس والإيرانيون قبل غيرهما ويؤكده المجتمع الدولي باستمرار، لكن الروس تحديداً يخرجون كل فترة بأمر ما يبعدهم عنها. وقد أكد البيان تطبيق القرار، لكنه لم يقل شيئاً عن كيفية ذلك. ويضيف الكاتب: من هنا تراه، يقصد بشار الأسد، يزداد شططا وتطاولا على الشعب السوري. أما وجه المشكلة الآخر فإنه في من يمثل الشعب السوري. قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أمس الأربعاء إن مركبة الفضاء بيرسي فيرانس التابعة للوكالة أرسلت أول صورة عالية الدقة بزاوية 360 درجة من سطح الكوكب الأحمر. قام باحثو ناسا بتجميع الصورة معا من 142 صورة التقطتها كاميرا ماستكام زد يوم 21 من شباط، وتظهر الصورة منطقة قاحلة بها تكوينات جيولوجية بما في ذلك صخرة منحوتة بفعل الرياح وحافة فوات جيزيرو، وهي قاع بحيرة قديمة هبطت فيها المركبة بيرسي فيرانس الأسبوع الماضي. تقول ناسا إن نظام الكاميرا الأحدث في العالم سيساعد العلماء على فحص حالة الغلاف الجوي للفوهة وتحديد الصخور والرواسب من مسافة يمكن أن تفحصها أدوات المركبة.
والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. ومع هذه الرسوم مشاهدينا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.